السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد ملخص الحلقة الأولى من أحد الأنميات التي تنزل في فصل الخريف اسم الأنمي طويل جدا لهذا سوف أتركه في الوصف ولو أعجبتكم الحلقة الأولى من الأنمي فزروا اللايك والاشتراك لتتواصلوا بكل الملخصات القادمة وأهم شيء صلوا على الحبيب ويلا بينا تبدأ الأحداث بأوتاكو غير جذاب والذي فقد الوعي وهو يأكل كبد الخنزير النيء ليستيقظ بعدها ليجد نفسه على الأرض في إسطبل مظلم والطين يغطي كامل جسده ويتساءل لماذا يغطيها الطين ولماذا الخنازير حوله ليكتشف بعدها أنه في حظيرة خنازير وجسده كان ثقيل جدا ولا يمكنه تحريك أطرافه كما لو أنه مشلول لهذا هو مستلقي بجانب الخنازير لكن لاحظ أن هناك مشكلة في عينيه لأن بصره يبدو ضبابي وقال: ربما لأنه لا يرتدي نظاراته، لكن في تلك اللحظة كانت رائحة الحظيرة كريهة جدا، لأنها حظيرة خنازير، لكن فجأة جاءت بنت وهو ظن أنه جاء الشخص الذي سوف ينقذه ولاحظ أنها تعطي علفاً للخنازير، لكن تفاجأ من أنها لا تهتم لطالب جامعي ينام وسط الحظيرة، وقال لها أن تساعده وهي اقتربت منه، وقال لها أنه لا يستطيع أن يحرك جسده وطلب منها أن تساعده، لكن في نفسه، لأنه لا زال يفكر فقط. كيف سوف يقول لها ذلك الأمر وعندما أراد أن يتكلم خرج صوت غير مفهوم منه ليقل هو مع نفسه أنه يعلم بأنه مهووس بالعلم لكن هذه اللغة جديدة عليه يعرف أنه من وقت لآخر يقوم بالنخر في نهاية الجملة التي يقولها وذلك كان متعمدا أما الآن هو يصدر صوت غريب جدا وبغير قصد والبنت تفاجأت وقالت له أنت لست خنزير وهو رد عليها ليس كل من يعيش في حضرة خنازير خنزير لهذا هي قالت له أنها سوف تخرجه لهذا فلينتظر وتفاجأ من أنها تحدثت معه لكنها لم تحرك شفتيها بعد بالاضافه الى انها سمعت صوته وهو لا يستطيع ان يتحدث كما لو انهم تحدثوا بعقولهم فقط والشيء كهذا غريب حقا لكن الاكيد هو انه استطاعت ان تسمعه وتفهمه، بعدها هي ذهبت واحضرت لوح خشبي وضعته فوق اللوح وبدات تسحبه للخارج ليفهم ان جسده اصبح غريب بشكل غير معقول لان جسده لا يمكن ان يكون بهذا العجز، بالاضافه الى انه طالب جامعي يبلغ من الطول 183 سنتيمتر و58 كيلوغرام ليفهم في الاخير انه تحول لخنزير، وعندما خرجوا خارج الحظيره كان يظن انه يحلم ولانه شاب يحب العيون فهو يحاول أن يعيش تجربة علمية داخل عقله فقط لهذا سوف يصبح كل شيء جيد عندما يستفيق ولاحظ أن الألوان التي يراها تشبه رؤية الخنزير الحقيقية لأن الخنزير يمتلك نوعان من صباغات البصر لا يمكنها التفريق بين الألوان بعدها حاول أن ينظر للبنت وقال أنه لا يستطيع أن يراها بشكل جيد لكن يتمنى ان تكون بنت جميله بالاضافه الى انه سوف يكون من الجيد ان قامت بازاله الطين عن جسده لكن وهو يفكر غلب عليها النوم وعندما استيقظ وجد نفسه في مكان افضل وقال انتهى الحلم لكن مع ذلك كانت قصه غريبه جدا حلمت بها ويقول انه ما كان ليحلم حلما غريبا كهذا لو انه لم ياكل كبد الخنزير النيء والذي جعله يشعر بالم فظيع في جسده وبسببه فقد الوعي في الطريق اثناء ذهابه الى منزله، لهذا من الواضح انهم اخذوه للمشفى، لكن عندما لاحظ الغرفه جيدا فهم ان هذه ليست غرفه مشفى بالاضافه الى انه لا يزال لا يستطيع ان يحرك جسده، بعدها جاءت البنت وقالت له كيف تشعر الان؟ لكن عندما حاول ان يتحدث معها طلع صوت الخنزير، لهذا هي قالت له الا يجبر نفسه على الكلام لانها تستطيع ان تفهمه وهو ظن انه لا زال يحلم لتقول له هي أنها فعلت كل ما بوسعها لكن لم تستطع أن تعيده لبشري بعدها هو نزل وبدأ يحاول أن يرى نفسه في المرآة ولما اقترب تفاجأ وسأل نفسه لماذا هو خنزير لتقول لها البنت هل تتساءل لماذا تحولت إلى خنزير لكن حتى أنا لا أعرف الجواب على ذلك لقد وجدتك في حظيرة الخنازير التي أنا مسؤولة عنها ليلاحظ هو أن هذه البنت تعرف أنه بشري لتقول له هي أن سبب ذلك هو الطوق الذي ترتديه وهو قال مع نفسه أنه لا يبدو جيد عليها لكن هي تستطيع أن تقرأ الأفكار وردت عليه لقد عرف ذلك ليفهم هو بعد ذلك أنه بإمكانها أن تقرأ الأفكار. بعدها عرفت عن نفسها وقالت أنها هي إتما جيس وهي خادمة عائلة كيلترين. التي هي تحكم المنطقة التي هم فيها الآن ليرد عليها هو أنه ليس واثق مما يحدث الآن لكنه خنزير لهذا سرر بلقائها لتسأله من أين جاء وليقول لها هو من اليابان طوكيو لكن هي لم تعرف ما هي طوكيو وقالت له أنها آسفة فهي ليست متعلمة وهي لا تعرف أي شيء خارج هذا البلد التي تعيش فيه لكن بما أنك لم تسمع من قبل بإثمة فلا بد من انك لست من ميستريا، وفعلا هو لم يعرف ما الذي كانت تعنيه، لهذا هي احضرت له كرسي وصعد فوقه لينظر لترى تلك البلده الجميله التي امامه، وقالت له ان تلك هي ميستريا هي كل ما يراه على حد بصره ويحكمها الملك العظيم، وتعرف هذه المنطقه بجنوب ميستريا وهي خارج كلتري، وهي منزل عائله كليرتين التي تحكم "ليرد عليها أنه فهم، لكن للأسف أنا لم أفهم أي شيء." ليسألها بعدها: "ما معنى إيتما؟" لتقول له: "تعني أنها تنتمي لطبقة الخدم، ويمكن أن تعرف عليهم لأنهم يرتدون الأطواق الفضية، ويمكنهم التواصل بعقولهم دون الحاجة للكلام." ليرد عليها: "لا عجب أنك تستطيعين الإجابة على كل أسئلة التي تخطر على بالي." من بعدها سألت: "لا تظن أن عليك أن تتناول شيء ما، وهي لا تعرف ما الذي يحبه لهذا أحضرت له بعض الفاكهة." ليرد عليها أنه ليس جائع لكن يتمنى أن يتم فرق في الوقت الحالي وهي تقرأ الأفكار لهذا بدأت في فركه، ليقول هو مع نفسه كل ما علي فعله هو أن أطلب وسوف يتحقق طلبي، ليقل بعدها أنه فهم الأمر أخيرا، لقد تحول حلمه إلى مشهد من قصة إيسيكاي خيالية والبطلة تمتلك قدرة على سماع الأفكار، وقرر أن يضع عنوان مناسب لقصته، ولد من جديد في عالم غير مألوف وهو يحاول استعادة هيئتها البشرية عن طريق التغزل بالبطلة، في كل فرصة تسمح له بذلك وسوف يقاتل ببطولة وهو مسلح بالسيوف والسحر، لكن قبل ان يبدا هذه القصة الخيالية عليه ان يستفسر عن امر واحد، هذه الفتاة التي اسمها جيس لديها القدرة على سماع الافكار وبذلك استطاعت معرفة انه بشري، لهذا اصدر صوت الخنازير تلك التي يصدرها عندما يريد ان يتكلم، وكان يريد ان يتودد اليها واراد ان يغطيها بلعاب الخنازير الخاصة به، وبدا يفكر في كل ذلك وقال هل سوف تستطيع ان تسمع ما افكر فيه؟ لترد عليه نعم استطيع ان اسمع ذلك. يقول هو مصيبة إذا فالأمر وكأنني أسرغ برغبات الخنزيرية للملأ لتقل هي عندما أخرجتك من الحضيرة ظننت أنك كنت تريد أن أقوم بغسلك من الطين لهذا قمت بذلك عندما كنت نائم بالإضافة إلى أنني جعلت نورتي أكثر لأنه كان يتمنى ذلك وفعلت كل هذا لأنها تستطيع قراءة الأفكار دون إذنه لهذا هي تعتقد انه لن يجد هذا مقبولا، بما انه اجنبي واعتذرت منه ليقل لها هو مع نفسه هذه الفتاة لطيفة اكثر مما يمكنني ان اصدق، قدمت لي الطعام وقامت بغسله وان فكرت باني اريد رؤيتها عارية فاراهن انها سوف تخلع ملابسها، لترد عليه هي في الواقع انا نحيلة ولا املك الكثير لتنظر اليه لكن ان كنت ترغب في ذلك لا مانع لدي، وكانت سوف تقوم بنزع كل شيء لكن هو قفز من مكانه وقال لها توقفي توقفي، لدي بعض الامور لاقولها، اولا من الواضح حتى مع ملابسك ان شكلك جيد وليس نحيل، حتى ان هناك الكثير من المهوسين الذين يفضلون هذا الحجم لهذا عليك ان تطمئني، الامر الثاني، ما انا سوف اقوم بها الان سوف اقوم بنقل حوار في ذهني اليك وسوف اضيف بعض المؤثرات وعندما يكون يفكر سوف تظهر هذه المؤثرات لتعرفي ان هذا الكلام ليس موجه لها بل هو تفكيره فقط، لهذا لا يريد منها ان تسمعها او سوف يبدو كعجوز قادر يقول اشياء بديئة، لترد عليه ان لا شيء من ذلك يزعجها، ليقولها ان الحوار الذي سمعته الان كان حوار فردي مع نفسه، لذلك ليست مضطرة للرد عليه، بعدها الأمر الثالث انه سوف يصدر أصوات كالخنازير، هل ذلك لا يزعجها لتقوله انه ليس لديها مشكلة في ذلك، ليشكرها على ما فعلته من أجله وشكرها لأنها قامت بتنظيفه، إلا أنها ليست مجبرة على تحقيق كل ما يرغب فيه لتقول له هي أنه إذا كان هناك أي شيء يمكنها أن تساعده به فهي تريد القيام بذلك بعدها بدأ يتخيل بعض الأمور في عقله التي هو يحلم بها وقال أنه كلما أظهرت لطفها له سوف يصبح مدين لها أكثر وأكثر وبما أنه خنزير لا يمكنه أن يجد أي طريقة لكي يرد لها جميلها وهذا الأمر يشعره بالسوء لهذا يمكنها أن تساعده بما يطلبه منها فقط وسوف يفعل كل ما في وسعه كخنزير ليرد لها الجميل، بعدها خرجوا للتنزه قليلا وكان الجو جميل جدا، بعدها اخذته للمزرعه وهو بدا يزعج الدجاج، بعدها هي دخلت لحظيره الخنازير لكي تقوم بالاعتناء بهم قليلا واستخدمت حجر سحري وبدا كل شيء في تنظيف نفسه وهو تفاجا من تلك الادوات التي تعمل من تلقاء نفسها والمصابيح المضاءة، وسالها كيف تعمل ذلك لتقول له انه في هذه المزرعه يستخدمون ريستا للاعتناء بالحيوانات لانه اجنبي لم يسمع بذلك من قبل لهذا ارادت أن أن تريه تلك الحجارة التي قام الصحراء العظام بإنتاجها بشكل يومي ويتم توزيعها على العامة وفي تلك الحجارة قوة سحرية مخزنة ويمكن استعمالها للقيام بأمور كثيرة ويوجد خمسة أنواع صفراء للحركة والإنارة والحمراء للحرارة وإشعال النار والخضراء والزرقاء والسوداء التي تستخدم للصلاة وبإمكانها جعل المعجزات تحدث ووحدهما السحرة قادرون عليها بالرغم من أن القليل منهم فقط من يستعملونها ليسألها هو لماذا القليل فقط لترد عليه أن السوداء هي الحجر الوحيد الذي لا يستطيع أن يستخدمه إلا الإيتما فقط وهم في منزل كالترين يستعملونها فقط لشفاء المرضى والاصابات لكن تأثير يعتمد على شدة الصلوات اللي اسمع. اما البقية للعامة بعدها هي قالت له انه اقتربت من تنظيف الحضيرة بشكل كامل لهذا لا يمكنه ان يلعب في الخارج كالخنازير لكن هو سقط على الارض لانها كانت تظهر بمظهر لطيف وهي تحاول ان تعامله كخنزير بعدها لما انتهى ذهب بجانب شجره كبيره وهو كان ينظر لها ويقوم بمدحها كثيرا وهي قالت له انه عندما يمدحها كثيرا يصبح الامر محرج لهذا اذا استمر في ذلك سوف تقوم بصفعه على تلك لكن هو عندما سمع ذلك قال لها ان التعرض للصفع من جميله صغيره يافعه مثلها سيكون مكافاه بالنسبه له وبدأ يقوم بمدحها لكن هي لم تقم بصفعه بل قالت له انه شخص رائع ليقول لها انه يبدو كالماشيه لتقول لها ان ذلك ما يبدو عليه فقط لكن بالنسبه لها كخادمه لا يسمح لها بعقد الصدقات لان الكثير من الناس لا يعيرونها انتباههم وهو يعتبر صديقها الاول بعدها سالها عما تفعله لاضاعه الوقت لتقول له انها تقرا الكتب ليسأل تسألها عن أي نوع من الكتب تقرأ لتقول لها أنها تقرأ الكتب الخرافية ليرد عليها أنه أيضا يحب القصص الخرافية لترد عليه هي أن حتى شخص مثلها يمكن الذهاب في مغامرات عندما يقرأ ويستطيع استعمال السحر ويمكنه أيضا أن تجد فرصة لكي تلتقي بأمير يساعدها عندما تحتاج لذلك وينقذها وسوف يكون ذلك شيء جميل جدا بالنسبة لها ليقولها هو هل أنت في مشكلة لترد عليه أنها لم تقصد ذلك بل فقط تخيلات منها، بعدها سألها هل يتحول الناس إلى خنازير في هذه البلد؟ لتقول له أنه ليس لديها الخبرة لكنها تعتقد أن هناك حالات كثيرة مشابهة قبل مئة سنة مضت عندما كان السحرة يتحاربون سمعت أنه كانوا يستعملون سحر لتحويل الناس إلى حيوانات ليسألها هل أولئك السحرة اختفوا جميعا؟ لتقول له لا ما زالوا بيننا هنا في مستريا يقال أنه وحدها العائلة الحاكمة تنحدر من الساحر الوحيد الذي نجا من العصور المظلمة ليقولها إذا أردت أن أعود لجسدي الأصلي فخياري الوحيد هو الذهاب للعاصمة ومقابلة الملك ليقول مع نفسه هل تقصدين أن علي مقابلة ملككم وأطلب منه أن يعيدني إلى طبيعتي لتقول هي أنه سوف تكون سعيدة جدا بمرافقته ليقول لها أليس لديك عمل هنا لتقول له أنه يمكنها أخذ استراحة والذهاب إلى العاصمة الملكي اللي يرد عليها ألن يكون إحضار خنزير معك فيه قلة احترام للملك لتجيب هي أن الملك شخص كثير الإحسان وبمجرد أن يسمع قصته فهي واثقة من أنه سوف يساعده. لهذا هو طلب منها أن تأخذه معها إلى العاصمة الملكية. ليقول هو مع نفسه أن القصة تمشي بسلاسة جداً لترد عليه هي أنه يمكن.